بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هناخذ فيديو جديد إن شاء الله عن أسعار الغنم وأسعار غرفان الأضحية من داخل سوق قليت السبت 20/5/2023. لا تنسوا الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا تنسونا من الاشتراك، ونبدأ جولة جديدة مع الحج عبد الظاهر أبو راشد علم من علام فارس. صح حج؟ الله السلام عليكم حج، عايزين نعرف الاسعار بس واخر المستجدات. ده ب 10,000. الله اكبر، كسري طاف؟ ها كسري مجاوز؟ ها ايوه ايوه ما شاء الله يا عمي. توكل على الله يا حج. يا عمي سوالس حج جمال، تعاقب معي يا ظهر. اه ب 10 ل 200 يعني 9,800. ايوه اه ب 10 10,000. ده بلدي ولا بلدي ها؟ 10.5 ده 10.5 صح؟ ايوه يعني عندك هنا المتراوح من 9,000 وطالع صح؟ آه ايوه. طب ليه حاجة بزاير؟ ما شاء الله ما يستوش حاجة. ما شاء الله تبارك الله. خليك مع الحاج عبد الظاهر. الحاج عبد الظاهر ما شاء الله، يعني هنا الحاج عبد الظاهر تاجر من تجار الغنم من ناس فارس، ناس زينة، الناس الموصلة دي اخواننا. عنده هنا غنم اللي هو الأضحية يبدأ من 9,000 جنيه الخروف، خرفان لحم، وهنا الناس المحبين دول والراجل اللي متابعينه في السوق تجار. ما شاء الله، الله يوسع عليكم يا حاج. ماشي يا حاج عبد الظاهر، الله يوسع عليك يا عم. ازيك يا جد؟ علم. مبارك ما شاء الله عليك. وين فرشك اليوم؟ برضه هنا؟ أبعط رقم تليفونك عشان لو حد عايز. 011 علي صوتك. 011-225-99-166. اسمك كريم؟ محمد عبد الظاهر. المعلم عبد محمد عبد الظاهر اخواننا، رقم موجود في الفيديو، الراجل من تجار الغنم اللي عايز يتواصل معاه موجود في جميع اسواق المحافظه. الراجل عنده غنم متواجد الاسبوع كله، اللي عايز حاجه للاضحيه يتواصل معاه المعلم محمد عبد الظاهر، رقم موجود في الفيديو. الله يوسع على الجميع. ما شاء الله. السلام عليكم يا عمده، تبعك المال ده بالصلاه على النبي؟ الجديان دول كم عليهم صح؟ الجديان دول ها؟ جديان حلوين لباني طبعا ها؟ لباني جديان حلوين بالصلاه على النبي اخواننا، عليهم 42 عرق. بلدي الاثنين صح؟ اه بلدي ما شاء الله. الله يوسع عليك يا معلم. اللحم دي عامله كام يا معلمين؟ لا يعني ما فيهاش بيع وشراء؟ لا فلوسها كام؟ لسه ما حدش. الله يوسع عليك. طب الخروف ده؟ لسه ما انت حكيت لسه معاك النهارده. الله يوسع عليك يا عرب. يا الله يجيك. اه الراجل ميت. الله اكبر. اشتري في المانجا والليمون وكله عايزه. السلام عليكم. تبع مين مال ده بالصلاه على الحبيب؟ والله ما عارف بس بسلم مال قاعدين. الله يخليك. نشوف الجديده بالصلاه على الحبيب. تعال شوف الجديد انا. 5,000 كم ده بالصلاه على النبي؟ 49 فلوسه 49. بتقول مش سامعك والله. اشتروا ب 100 عرق ها؟ 5,000. جدي طلوق هذا. اسواق بلدنا عمده. اسواق بلدنا. ودول تبعك دول؟ جدي زراعي بعيد. كم دي عمده؟ الصلاة على النبي. زقوة زين بالصلاة على النبي. نفس الزقوة صح؟ كم دي بالصلاة على النبي؟ فلوسها 39 واشتروا ب 100 عرق 4,000. في عشر ولا حاجة؟ لا هو كل الجلد طلوق ها؟ وراها الجلد. ممكن يكون لقطة. ما شاء الله الله يوسع عليك يا عم. ده ولدها؟ ده الكبير ده؟ ما شاء الله. الله يوسع عليك يا عمدة. هي مش عارف. والله ما عارف. تبع مين ده؟ ما شاء الله. كم الخرفان الصغيرة دي اللي تلقاني دي؟ ولا اشتري فيه 6,000. ثلاثة؟ ما شاء الله 3 غرفان ب 6,000 850. الله يوسع علينا وعليكم يا رب، الله يرزقكم يا رب. ما شاء الله. المال ده تبع مين؟ ما شاء الله. الله يوسع عليكم. ابو عليكم حرام ما شاء الله منورين السوق.
ايه اخبار الدنيا النهارده؟ الله يسع عليك يا رب. لازم تجار السواق اولاد متواجدين دائما بالسوق. الله يسع عليك يا رب. حياك والله. حياك والله. طابق 10. السلام عليكم. حفظك الله. السلام عليكم يا عرب. كم بالصلاة على النبي يا شيخ؟ 19 ونص. الاثنين؟ كم واحد وراها؟ الاثنين فيه لحم مش بالسلعة. هي وراها خروف ونقاية ودي لحم. يعني دي وراها جوز وما ناجة ثاني لحم؟ طب السنة؟ دي كاسر الجوز. كاسر الجوز ودي سادة الأول اللي وراها الجوز. فلوس انت 19 ولا فصال انت؟ فلوس 19 ونص. فلوس 19 ونص، اللهم بارك يا عم. ما شاء الله، في عشر طابدي ثاني ولا لا؟ ما شاء الله، لحم وراها خروف منتاية. اللهم بارك، الله يوسع عليكم يا عرب. الله يوسع عليكم. كم عمدة بالصلاة الحبيب؟ بس ولا يهمك يا عمدة ولا تزعل نفسك. رأي لنا ما بيعملش حوارات يا اخواننا، فنحترم رأي الناس. السلام عليكم يا عرب. كم الخروف يا عرب؟ السلام عليكم. كم الخروف ده بالصلاة النبي؟ سبعة؟ ما شاء الله. لباني ولا كاسر؟ لا خروف بالصلاة النبي استاهل يا عم. ما شاء الله. ودول عمدة تبعك؟ معلش دول تبعك؟ لا لا الله يوسع علينا وعليك يا رب. كم عمدة عليه بالصلاة النبي؟ الأحمر ده. لباني ولا كاسر؟ لا ما شاء الله. والحملة دي؟ دي ب 14000. الحملة دي ودي ها؟ مع الوالدة دي. دول اثنين والدين. اثنين والدين حدهم. اثنين والدين اللهم بارك. طبعا العاج كلها كبيرة. ودي؟ علينا 14000 جنيه. اللهم بارك، الله يرزقك فيهم ان شاء الله يا عمدة. الله يرزقك فيهم ان شاء الله. ما شاء الله. تلقاهم تلقاهم احنا اصلا. هنا سبع. هاي. حتى تصور ولا ايه؟ ايوه. تعال هنا. تعال هنا يا عم. ها جديين دي. وين؟ دي جديين دي؟ انا بتقرا عنيز والله. دي سخله. اللي وصيهم دي سخله. جديين دول على كام دول؟ ده واحد 25 وواحد 24. يعني ده ب 2500؟ ايوه. كاسر قديه؟ كاسر جوز. كاسر جوز وده ها؟ وده ب 24 كاسر جوز. ب 24 كاسر جوز. ودي لحم كاسر جوز 19. 19. 2000 الا 100، الله يوسع علينا وعليك. يعني هنا جديين الواحد على 2500. اما جبت الصوره جاي على معجيبك. اصبر يا ابوي، ما انا راجع ليه؟ برضو. لا حقك جديان ديلا وسخلان يا عم. قول ثاني السعر كده. طب ده انت 19 دي سخله. اي سخله ب 19 دي. وده ب 25. 25. وده معلم. وده ب 24. 24 وده الراجل صاحبه والراجل زين. ايوه كده يا باشا. قد ارفع. اسواق بلدنا ها؟ ايوه اسواق بلدنا. شطم دخل الله. ناس الشوط موجودين في السوق. السلام عليكم. كم قلب الصلاة على النبي اللي عندك؟ والله يا رب اعرف عليه. وصاحبها؟ 32. ايوه. كاسر حاجة؟ كاسر ده حاجة. لا ما كاسرش. ما شاء الله. جدي حلو بالصلاة على النبي. 32 ها؟ 32 بالغلا عاد. على الله يا حاج. على الله. اقول لك بعد ما اخلص اجي لك. ايه؟ لا بصور مش شايف الساعة. الشيخ انا اولاد بيزق الناس في سوق اللي ايه؟ سوق جليد. الله يوسع على الجميع. نشوف السوسه. ولا رخيص صح. انت عايز يا اخي تتكلم انت ما تغلطش معايا. والله انا ب 50 جنيه وليره. I'm